بيبدأ الفيلم بواحدة اسمها شيلني، واللي بتكون مدمنة مخدرات وخمور، وده كان بسبب الحياة التعيسة اللي عايشها مع جوزها شوميك. ولما ما قدرتش تستحمل الحياة اللي عايشها فكرت في الانتحار، وبتمسك السلاح بتاع شوميك جوزها اللي كان بيشتغل ظابط، وبتقرر انها تنتحر. لكن في اللحظة الأخيرة باب شقتها بيخبط، ولما بتفتح بتلاقي كالي بنتها رجعت من المدرسة، وكالي دي كانت بنتها من جوزها الأولاني، وبيكون ده اليوم اللي راهول أبوها بيجي علشان يخرجها فيه. ولما بيعدي عليها بياخدها في عربيته وما بيكونش مهتم بيها، وبيفضل يتكلم في التليفون وبيسيبها هي تسمع أغاني. بعدها بيظهر شوميك مفتش الشرطة، وشيلني بتكون مكلمها علشان محتاجة منه فلوس، وبتعرفه ان اخوها عنده في القسم وطالب منه خدمة. ولما شوميك بيعرف انها خدمة غير قانونية بينزل وهو متضايق، والموجودين كلهم بيخافوا منه ويقفوله لانه كان صارم جدا في شغله وشديد مع الموظفين. وبيروح لسيدانت اخو شيلي مراته، وبياخد منه تليفونه وبيرميه على الارض وبيفضل يكسر في برجله، وبعدها بيسيبه يمشي من غير حتى ما يقوله انت جاي ليه. بعدها راهول بيوصل بعربيته في سوق مليان ناس، وبيطلب من كالي ان هي تستناه على ما يطلع لصديقه ويرجع. ولما كالي بتطلب منه ان هو ما يسيبهاش لوحدها لانها خايفه، راهول قال لها ان هو مش هيتاخر وهيرجع لها على طول، وبيسيبها ويمشي. وبتشوف واحد واقف جنبها من اللي بيبيعوا لعب اطفال، وبيفضل يلعبها بالماسكات اللي لابسها. ولما راهول بيطلع ما بيلاقيش صاحبه تشاي موجود، ولما بيتصل بيه بيعرفه ان هو جاي له دلوقتي. ولما بيروح له بيساله عن بنته كالي وبيقول له هي فين. ولما راهول قال له ان هي في العربيه، تشاي قال له انا لسه شايف باب العربيه بتاعك مفتوح وهي مش قاعده فيها. وراهول بينزل بسرعه علشان يدور عليها، ولما بيوصل لعربيته فعلا مش بيلاقيها، وبيبتدي يسال الناس اللي حواليه عن بنته وبيديلهم مواصفاتها، لكن محدش بيقدر يساعده. وراهول بيتصل على تليفونه علشان يعرف هي فين، وتشاي بيلاقي البياع اللي كان بيلعبها وبيساله عليها، والبياع بيفضل باصص له من غير ما يرد عليه. وتشاي بيسمع التليفون اللي معاه وهو بيرن، بيفكره ان هو اطرش وبيقول له رد على التليفون بيرن. ولما بيشوف التليفون بيعرف ان هو بتاع كالي، بيقول له انت جبته منين، وبيفضل يضرب فيه، والبياع بيزقه وبيطلع يجري. وراهول وتشاي بيطلعوا يجروا وراه، وعربيه بتخبطه وهو معدي الطريق وبيموت. وعلى طول بيروحوا قسم الشرطه علشان يقدموا بلاغ، وبيكون الضابط اللي هناك اسمه جداف، وبيفضل يتريق عليهم وبيهتمش بالموضوع. ولما بيسالوا على ام الطفل قال له احنا متطلقين، والنهارده كان اليوم اللي باخد بنتي كالا في الساحه فيه. ولما بيطلب منه رقم امها علشان يكلمها، بيتفاجئ ان الرقم اللي ادهوله هو رقم شوميك مدير في الشغل، وبيعرف منه ان هي اتطلقت منه واتجوزت شوميك. بعدها شوميك بيكون بيتجسس على تليفون شيلن مراته، وبيكون عارف ان هي صديقه لواحده عاهره اسمها راكي، وبيتاكد كمان اللي هي بتخونه. بس الموضوع ما كانش فارق له قوي، لان جوازه من شيلني كان رد اعتبار ليه، وده بسبب ان هو الاول اتقدم لها ورفضته واتجوزت راهول. ولما اتطلقت منه فضل وراه لحد ما اتجوزها علشان يرد اعتباره. بعدها جداف بيهتم الامر كالي، وده طبعا لانه عرف ان هي بنت مرات مديره في الشغل، وبيبعت فريق كامل بالكلاب بتاعتهم علشان يدوروا عليها. وراهول بيتصل بشيلني علشان يتاكد اذا كانت كالي رجعت البيت ولا لا. ولما بتقول له ما تاخرش كالي على ميعادها، بيعرف ان هي ما رجعتش البيت، وما بيرضاش يقول لها ان هي ضاعت منه. ومع التحريات بيعرفوا بيت بياع المسكات اللي مات. ولما بيروحوا هناك بيلاقي واحده وبتعرفهم انها عمته، وانه بس كان عايش معاها وما تعرفش عنه اي حاجه. ولما بيفشلوا ان هم يلاقوها ما كانش قدام جداف غير انه يتصل بشوميك ويعرفه اللي حصل. وعلى طول شوميك بيروح القسم، ولما بيوصل بيلاقي تشاي هو اللي بيتكلم، وبيفضل يضرب فيه وبيوقعه على الارض، وقال له انت باي حق تتكلم وهي مش بنتك. وبيقعد راهول قدامه اللي كان بيكرهه لان مراته فضلته عنه، وبيتهمه اللي هو اللي خطف كالي، وبيسمعه مكالمه دارت بينه وبين شيلني، وهو بيطلب منها انها تديله بنت كالي يربيها لانها مدمنه خمور ومش عايزها تعيش معاها. ولما شيلني بترفض، راهول بيهددها ان هو هيخطفها منها ومش هيرجعها لها تاني. وبيستغرب ان شوميك بيتجسس على مراته ومسجل لها كل مكالماتها، وبيزقه وبيوقعه على الارض وبيقول له يقول له مكان كالي فين، لا اما مش هيشوف الشمس تاني. ولما بيرفض ان هو يتكلم بيفضل يضرب فيه، وراهول بيقسم له ان هو ما خطفهاش، وبيطلب منه ان هو يدور عليها لان ممكن حياتها تكون في خطر. بعدها بيجي اتصال لراهول، وشوميك بياخد منه التليفون وهو اللي بيرد، وبيكون تشاي هو اللي مكلمه ومغير صوته، وبيطلب منه مليون فديه لكالي لو عايزها عايشه. وطبعا بيكون سهل عليهم ان هم يتتبعوا الرقم اللي تشاي اتكلم منه وبيراقبوه، وبيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيروح مكان محدش عارفه الا هو. ولما بيخرج جداف بيروح له وبيقبض عليه، وشوميك بيكون حابس راهول في مكان بعيد عن القسم، وبيكون بعت له الدكتور علشان يطمن عليه بعد الضرب اللي خده، وده عشان لما يقدموا له للمحاكمه ما يكونش على جسمه اي اثر ضرب. واول ما الشرطي بيفك الكلبشات من عليه، راهول بيمسكه وبياخد منه السلاح، وبيخليهم يربطوا الكلبشات في العمود، وبياخد منهم المفتاح وبيهرب. ولما بيطلع ما بيبقاش عارف هو فين، وبيخبي وشه من الناس علشان محدش يعرفه. ولما بيطمن ان هو بعيد عن المكان، بيرمي السلاح اللي خده من الشرطي، وبيجي اتصال لشوميك وبيعرفه ان راهول قدر يهرب منهم. ولما شيلني بتساله عن كالي، شوميك قال لها ان هو متاكد ان راهول هو اللي خطفها، وان الموضوع كله محتاج شويه وقت وهيرجع لها بنتها. وبيفضل يفتكر كل اللي كان بيعمله في كالي قبل ما تتخطف، لما كان بيعملها معاملة قاسية وبيقطع كل صور أبوها علشان ما يشوفوش،
وما كانش بيصعب عليه دموع كالي، وكان بيستمر في اللي هو بيعمله فيها وندم على كل اللي عمله، وعرف ان كالي كانت مجرد طفلة وما كانش ينفع يعمل اللي هو عمله ده. وبيفضل برضو يتجسس على كل مكالمات شيلني، وبيفضل يفتكر اللي كان بيعمله وقت ما شيلني كانت لسه متجوزة راهول، وكان بيفضل مراقبهم علشان يعرف عنهم كل حاجة. ولما راهول ضربها اتصلت بالشرطة، وكانت فرصة لشوميكو اللي هو يظهر في حياتها تاني ويبين لها اللي هو جاي علشان يجيب حقها. بعدها جيداف بيفضل يعزف في تشاي علشان يعرفوا فين مكان كالي، وبيعرفوا ان هم اتأكدوا بان هو اللي اتصل وطلب فدية. وتشاي قال له ان هو عمل كده علشان ينقذ راهول، وعشان يعرفهم ان راهول مش هو اللي خطفها، وان في حد تاني خطفها وطالب فدية. لكن جيداف ما صدقوش وفضل يضرب فيه. بعدها راهول بيتصل بتشاي، وجيداف بيطلب منه ان هو يرد عليه وهو طبيعي وما يبينلوش اي حاجة. وراهول قال له اللي هو يعرف الصحافة والاعلان كل حاجة، ويعرفهم ان شوميك بيتبلى عليه في خطف كالي. ولما شوميك بيجي بيعرفوا ان هم قبضوا على تشاي لانه اتصل بيهم وهددهم ان كالي معاه. وراهول قال له انت كده بتدور في المكان الغلط، لان اللي قدامك ده اكتر من اخويا واكيد في سبب خلاه يعمل كده. وشوميك بيعرفه ان هو عايز يلاقي كالي اكتر منه، لانه حس بالندم على كل اللي عمله فيها، وبينصح ان هو ما يبلغش الصحافه لان كده ممكن يكون خطر على حياتها. وبيطلب منهم ان هم ما يتدخلوش في حاجه، ومن دلوقتي البحث عن كالي مسؤوليته هو. وبعد ما بيمشي راهول بيفكر ان هو عمل كده علشان خايف من الصحافه، وبيعرف تشاي ان هو مش هيسيب حقه ولا هينسى اللي هو عمله فيه. بعدها شوميك بيعمل صور لكالي بيوزعها في كل حته، وبيطلع رجالته يدوروا عليها في كل مكان، وبيقبضوا على كل المشتبه فيهم واللي بيشتغلوا في الحاجات دي، لكن برضه مش بيوصلوا لنتيجه ولا بيلاقوا كالي. والموضوع بيوصل لاكبر فريق تحريات، وبيعرفوا ان الاطفال اللي لهم قمح بيبيعوهم ويهربوهم لبره. وبيبعت دوريات شرطه لكل العربيات اللي بتكون مسافره بطريقه غير شرعيه، وبيلاقوا واحد وبيشكوا فيه وبيسالوه عن البنت اللي معاه. ولما بيطلع يجري بيعرفوا ان هو خطفها، وبيجروا وراه وبيمسكوه. ودوريات البحث بتزيد وبيدوروا على كالي في كل مكان، حتى الاطفال اللي كانت بتغرق كانوا بيروحوا علشان يتاكدوا هي ولا لا، واي جثه كانوا بيلاقوها كانوا بيبعتوا فريق البحث علشان يشوفها. لكن برضه بعد كل اللي عملوه ده ما كانوش لاقيين كالي. وشوميك بيلم كل المشتبه فيهم وبيأمرهم ان هم يدوروا عليها، لانهم لهم علاقات مع كل اللي بيختفوا الاطفال، وبيدوهم مهله 24 ساعه بس ان هم يلاقوها، لاما هيحطهم كلهم في السجن. بعدها تشاي بيفضل يبحث عن النت عن صوت يشبه صوت كالي، وبيلاقي واحده وسط المخطوفين صوتها بيشبهها، وبتكون بتتكلم وبتطلب من ابوها ان هو يجي ينقذها. وبيسجل صوتها وبيستخدم شريحه اتصال على النت، وده عشان يبين للي هيتصل بينا الرقم ده من دوله تانية، والخدمه دي بتكون بفلوس ولازم يكون معاه فيزا. وبيكلم واحد معرفه وبياخد منه الفيزا بتاعته علشان ما يبقاش هو في الصوره، وبيفضل يدرب نفسه على الصوت اللي هيتكلم بيه علشان محدش يعرفه. وبيكون راهول على علاقه براكي صديقه شيلني اللي كانت بتكلمها في التليفون، وبيتصل بيه وبيبان ان الرقم من دوله تانية، وبيسمعه الصوت اللي هو سجله للبنت وهي بتستنجد بيه. وراهول بيفكر ان هو صوت كالي، وبيكون هو سجل صوته بعد ما غيره، وبيطلب منه ان هو يدفع فدية 2 مليون لاما هيقتلوها. وفريق البحث بتاع شوميك بيكون مراقبهم وبيسجل المكالمة، وكان سهل عليهم يعرفوا ان الصوت ده مش صوت طبيعي، وان الصوت كان متسجل قبل المكالمة. وبيكون تشاي قلقان لانه مش عارف ايه اللي هيحصل. وراهول بيتصل بيه وبيحكي له على اللي حصل، وطبعا تشاي بيستغرب كانه ما يعرفش حاجه. ولما راهول بيقوله ان هم طالبين فدية 2 مليون، تشاي قال له خلي شيلني تطلبهم من شوميك، لكن راهول بيرفض وبيقول ان هو مش عايز يعرفه حاجه عن اللي حصل. ولما شوميك بيسالهم الاتصال ده جه منين، قالوا له ان الاتصال ده اترصد من مركب في البحر، ولو الموضوع ده حقيقي يبقى حياه كالي في خطر، لانها كده هتكون مع عصابه خطيره وممكن ان هي تاذيها في اي لحظه. وكده بيبقى تشاي قدر ان هو يشتت انتباههم ويخلوهم يدوروا في مكان تاني خالص ويصدقوا اللي حصل. وشوميك بيروح يقعد مع واحد من رجاله العصابه دي كانوا قابضين عليه قبل كده، ولما بيعرفوا اللي حصل وبيطلب منه شويه معلومات عن العصابه دي بيوافق ان هو يقولها لهم قبل شويه خدمات هيعملها له في السجن. بعدها شيلني بتروح تقعد مع راكي، ولما حكت لها اللي حصل قالت لها انت لازم تدفعوا المبلغ وتنقذوا كالي لان كده حياتها في خطر. وقبل ما بترجع البيت سيدا انت اخوها بيقابلها وبيعرفها ان هو مديون بمبلغ كبير ومحتاج فلوس. وشيلني بتعرفه ان هي ما معاش فلوس لانها فعلا بتكون مخلصه فلوسها كلها على الخمور. بعدها راهول بيتصل بتشاي وبيطلب منه ان هو يشوف له اي حد يديله مبلغ الفديه، وهو مستعد يوقعله على كل الوصولات اللي تضمن حقه. وتشاي قال له ان المبلغ كبير ومحدش هيوافق، وبيطلب منه ان هم يسرقوا محل المجوهرات علشان يقدر يدفع الفديه. وبيفضل يلوم نفسه على اللي حصل لبنته بسبب اهماله، وبيفتكر وقت ما كان متجوز شيلني وقعد من غير شغل، وكان بيخليها على طول تاخد فلوس من ابوها علشان تصرف عليه وعلى البيت، كان على طول بيشتمها ويضربها ومخلي حياتها جحيم، وده اللي خلاها تضعف قدام تشاي لما راح يزور راهول في البيت وما لقاهوش، وخانته وغلطت معاه وتشاي خان صاحبه. لكن راهول طبعا ما كانش يعرف حاجه عن اللي حصل، وكان بيثق في تشاي اكتر من نفسه. بعدها راهول وتشاي بيطلعوا علشان يشوفوا محل المجوهرات اللي هيسرقوه، وبتكون الشرطه وراهم ومراقباهم، وبيروحوا للمكان اللي هيشتروا منه السلاح اللي هيساعدهم في المهمه. وراهول بيسيبهم علشان يروح الحمام، والشرطه بتدخل وبتقبض عليهم وهم متلبسين. ولما راهول بيرجع وبيعرف ان الشرطه موجوده بيهرب،
وبيرجع يدور على السلاح اللي كان رماه وقت ما كان مقبوض عليه، وبيروح لوحده لمحل المجوهرات اللي هيسرقه علشان يدفع الفدية، وبيمسك الحارس وبيدخل بيه المحل وبيهددهم ان هو هيقتلهم لو حد فيهم اتحرك، ولما بياخد الفلوس من واحدة من اللي بيبقوا موجودين بتضربه وبتهرب منه، لكن راهول بيضربها بالنار وبتيجي في رجلها وبتقع، وبيجي واحد من بره وبياخد بندقية الحارس وبيكسر بقى الإزاز وبيقبضوا عليه، وبعد ما بيقبضوا على تشاي وهو متلبس بالسلاح بيحققوا معاه، وبيتظهر قدامهم ان هو مظلوم وملوش دعوة بأي حاجة، وجيداف بيفضل يضرب فيه وبيقوله اللي احنا فتشنا في حاجتك ولقينا شريحة اتصال أجنبية، وكانوا شاكين ان هو على علاقة بالعصابة وان خطف كالي واداها لهم. بعدها شوميك بيطلع رهول من اللي عمل في محل المجوهرات، لانه كان عارف ان هو عمل كده علشان يجيب الفديه لبنته، وبيعرفه على اللي عمله تشاي صاحبه، وبيأكد له بان هو اللي خطف كالي، لكن رهول ما كانش مصدقه ولا واثق فيه، وكان مفكر ان هو ما عملش اي حاجه يساعده بها انه يلاقي بنته. وشوميك بيتضايق وبيعرفه كل اللي عمله علشان كالي من يوم ما اتخطفت، وبيدخله يقعد مع تشاي اللي كان بدأ فعلا يشك فيه، وبيكون شوميك بيسجل كل اللي بيدور بينهم وبيسمعه، وبيكون رهول مش فارق معاه كل اللي شوميك حكاله عنه، وبيفتكر اول يوم كالي اتخطفت فيه، وقال له انا لما كنت مستنيك في البيت اول حاجه سألتنا عنها لما طلعت كالي، وبيستغرب انه ازاي عارف ان كالي كانت موجوده معاه في اليوم ده من غير ما يقول له. وتشاي حاول يدافع عن نفسه وقال له انا لما لقيت باب العربيه مفتوح خمنت ان هي كانت معاك في العربيه ونزلت، عشان كده اول حاجه عملتها لما طلعت سألتك عليها. وبيفضل بقى يفكروا بالعشره اللي بينهم والصحوبيه وكل اللي عمله علشان، وبينكر ان هو يعرف اي حاجه عن العصابه وانه مش هو اللي اتصل بيه وطلب الفديه. بعدها بيجي اتصال لراهول بيحير كل الموجودين اكتر ما هم محتارين، وبيسمع صوت بنته وهي بتستنجد بيه، وبتطلع راكي هي اللي بتعمل ده، وبتكون تمثيليه عاملاها مع تشاي علشان يبان ان العصابه اتصلت بيه وهو محبوس عندهم، ويتاكدوا ان هو ملوش علاقه بخطف كالي. ولما شوميك بيروح لراهول بيمسك فيه وبيفتكر ان هو كذب عليه علشان يوقعه في صاحبه، وشوميك مرضاش يرد عليه لانه كان مقدر الموقف اللي هو فيه، وكان صعب على فريق البحث بتاعه ان هم يعرفوا مصدر المكالمه منين، لان المكالمه اللي جات لراهول كانت عن طريق الانترنت، وما كانش قدامهم غير انهم يدوروا في كل اجهزه الكمبيوتر اللي حواليهم. بعدها بيجي اتصال لشيلني وهي قاعده مع ابوها وامها، واللي اتصل بها بيهددها وبيقول لها روحي مكان تكوني فيه لوحدك عشان محدش يسمع المكالمه لاما هاذي بنتك. ولما بتبعد علشان تكلمه بيكون اخوها سيدانت هو اللي متصل بيها ومغير صوته علشان ما تعرفوش، وبيقول لها ان بنتك معايا وطلب منها فدية 5 مليون، وطبعا المبلغ كان كبير جدا، وقالت له ليه مش هتعرف تتصرف فيه، وما كانش قدامها غير انها تحكي لابوها وامها اللي حصل يمكن يقدروا يساعدوها، بس كدبت على ابوها وقالت له اللي خاطف بنت طالب فدية 6 مليون ونص، يعني زودت فوق مبلغ الفدية 1.5 مليون علشان تاخدهم ليها. وتاني يوم ابوها راح سحب الفلوس من البنك واداها لها، واتصلت براكي صاحبتها وقالت لها ان هي عايزه تشيل عندها فلوس، ولما خدت الفلوس طلعت 1.5 مليون بتوعها، وسيدانت كان وراها وبيتصل بيها علشان يعرفها هتديله الفلوس ازاي، وفريق البحث بتاع شوميك بيسمع المكالمه وبيبلغه على طول، وبيتصل باباها وبيقول له عرفني مكان شيلن بسرعه، وابوها قال له ان هو ما يعرفش مكانها وانه بس ادالها الفلوس وسابته ومشيت، وقدر يعرف من فريق البحث بتاعه مكان عربيتها فين ولف ورجع لها، وفضل يتصل على شيلن مراته ما كانتش بترد عليه، وسيدانت طلب منها انها تقف بالعربيه وتفتح الباب وترمي الفلوس وتمشي، ولما بعدت عنه واطمن ان هي مش هتشوفه راح وخد الفلوس. ولما ردت على شوميك فضل يهزق فيها ويشتمها وعرفها ان اللي خد الفلوس منها ده نصب عليها وان اصلا كالي مش معاه، وبيفضل يلومها علشان ما اتصلتش بيه وعرفته اللي حصل. ولما بيروح علشان يقبض على راكي بيعرفوا ان هي طمعت في الفلوس بتاعه شيلني وهربت، وشوميك بيرجع لشيلني وما بيكونش مصدق ان هي زودت 1.5 مليون على مبلغ الفديه اللي طلبته من ابوها، وبيقول لها صاحبتك العاهره اللي انت عندها الفلوس طمعت فيها وهربت، وبيعرف بعدها ان اللي اتصل بيها وضحك عليها وخد منها الفلوس هو خاصي دانت. وشيلني بيكون جابت اخرها في الحياه اللي هي عايشاها، وبتروح تاخد السلاح بتاع شوميك وبتنزل وراه وبتقرب منه وبتضربه بالرصاص، بس لحسن حظه الطلقه بتيجي في دراعه وبيهمش ان هو مصاب، وبيروح علشان يقبض على سيدنت، ولما بيروح له بيلاقيه فرحان وبيرقص، وما كانش عارف ان لعبته دي سهله وانهم هيقدروا يقبضوا عليه من غير حتى ما يصرف اي حاجه من الفلوس. وبياخدوا ال5 مليون وبيدوهم لراهول، وبيعرفوا ان هم هيكونوا ماشيين وراه ومراقبينه، وبياخد العربيه وبيمشي، وبعدها بيجي له اتصال وبيطلب منه ان هو يرمي تليفونه وان في تليفون تاني موجود في العربيه هيستخدمه لحد ما يوصل لهم، وبيطلع وبيرمي التليفون وبيكون هم واقفين ومراقبينه، وبعدها بيطلب منه ان هو ينزل تحت العربيه ويشيل جهاز التتبع اللي موجود فيها، وبيكونوا مستغربين ازاي اللي خطفوا كالي عارفين مكان الجهاز ده، وبيفضل ماشي بالعربيه وبيكون معاه التليفون، وبيروح سوق تجاري وبينزل في الباركن تحت، بيكونوا هم واقفين بره ومستنين العربيه لما تطلع، ولما بيتاخر بينزلوا يدوروا على العربيه لحد ما بيلاقوها، وشوميك بيتضايق ان هو هرب منهم. ولما بيراجعوا الكاميرات الموجوده في المكان بيلاقوا راهول نزل من العربيه وخد شنطه الفلوس ومشي، وراح خد عربيه تانيه وخرج من المكان من غير ما حد يشوفه، وبيرجع البيت بعد ما حس بالفشل ان هو يرجع كالي، وبيعرف ان شيلني سابت البيت وهربت ومش راجعه تاني. وبعدها تليفونه بيرن وبتفاجئ ان راهول هو اللي بيتصل بيه،
وبيعرفوا ان هو كان السبب في انه يسيب شيلني، وانه اتحمى في وظيفته قدر ان هو يخليه يطلقها ويتجوزها هو. بس شوميك مكانش فارق معاه كل الكلام اللي قاله، وكان اهم حاجه عنده يعرف كالي فين. لكن راهول ما ريحوش وقفل السكه من غير ما يقوله، وبيطلع كل اللي حصل ده كان اتفاق بين راهول وتشاي وراكي، وكان تشاي معرف راهول ان كالي معاه، وقدروا ان هم يمثلوا القصه دي كلها لحد ما طلعوا بالستة مليون ونص. ولما راهول بيروح لتشاي علشان يعرفه فين مكان بنته، اتصدم صدمه عمله لما تشاي قاله اللي هو ما يعرفش مكانها، وان هو كذب عليه وقاله ان هي معاه بعد ما اتخطفت، وده عشان يطلع لهم من الموضوع اي مصلحه. وراهول ما بيكونش مصدق اللي بيسمعه، وبيفضل يضرب فيه، وبيجيب طوبه وبيفضل يضرب بيها في دماغه لحد ما بيقتله. وراكي بتنتهز الفرصه وبتاخد شنطه الفلوس وبتهرب. ولحد الوقت ده محدش بيكون عارف كالي فين ولا مين اللي خطفها، لحد ما فريق البحث بيعرف ان الست اللي قالت ان هي عمة الراجل اللي بيبيع الاقنعة ماهيش عمته ولا حاجة. ولما بيقولوا لشوميك بيطلب منهم انهم يراقبوها كويس، وبيشوفوها وهي خارجة من البيت وبيفضلوا ماشيين وراها، وفجأة بيظهر لهم ريحة صعبة محدش بيقدر ان هو يشمها، وبيتصلوا بشوميك علشان يجي ويشوف اللي حصل. ولما بيوصل بيشوف منظر عمره ما يقدر ينساه في حياته، وبيشوف قصة كالي وهي متربطة ومتكممة، وبيفضل يبكي ويلوم نفسه انه فشل انه يقدر يرجعها، وانه طول الوقت ده كان بيدور في المكان الغلط بسبب شكه في كل اللي حواليه، وان اللي كان خاطف كالي من الاول اصلا هو الراجل اللي بيبيع الاقنعة، وان هو اللي كان رابط كالي ومكممها لحد ما يبيعها. وطبعا بعد ما عمل حادثة ومات ما كانش حد عارف مكانها غير الست دي، وكانت خايفة من يومها انها تطلع من البيت وتروح لها، وده عشان محدش يشوفها وتلبس هي القضية. وبتموت كالي بسبب غلطة ملهاش اي ذنب فيها. اللي كتب السكريبت ده ومنتج الفيلم شيماء جمال، اداء صوتي كريم عادل. ياريت لو عجبك الفيديو تحط لايك، ولو اول مرة تتابعني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد هنزله. وما تنسوش تعملوا فولو للانستجرام ولايك لصفحتي على الفيس، وتشتركوا في قناتي على تليجرام. يلا سلام.